بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في لقاء جديد. ان شاء الله هنتكلم النهارده على الاناتومي اوف ذا فيميل جينيتال سيستم، او تشريح الجهاز التناسلي الانثوي، وده استكمالا لتشريح اليورو جينيتال سيستم او الجهاز البولي التناسلي. زي ما حضراتكم قلنا قبل كده ان اليورو جينيتال سيستم اللي هو الجهاز البولي التناسلي بينقسم ليورينري سيستم وجينيتال سيستم، ورجعنا قسمنا الجينيتال سيستم لميل جينيتال سيستم وفيميل جينيتال سيستم، وعملوا جروبنج للمجموعة الأجهزة دي مع بعضها. ده راجع لمجموعة من النقاط: البروكسيميتي اوف ذا اورجانز اوف ذيس اورجانز، قرب هذه أعضاء هذه الأجهزة من بعضها، الكومن امبيولوجيكال اورجين او المنشأ الجنيني بتاع مجموعة الأعضاء بتاع هذه الأجهزة قريب من بعضه، بيشتركوا كمان في كومن باسج او كومن باسوي لايك الميل يوريثرا، بيشتركوا في مسارات مشتركه زي الاحليل الذكري او قناه مجرى البول بيشتركوا فيها سواء اليورينري سيستم او الجينيتال سيستم. كمان لما بيعملوا دياجنوستيك ايميجنج او تصوير بالاشعه سواء اكس راي او سي تي او MRI، كل الدياجنوستيك ايميجنج بتلاقي الاعضاء بتاع الجهازين بيظهروا مع بعض. ليرنينج اوبجكتيفز او المكتسبات التعليم اللي هنعرفها في نهايه محاضرات الفيميل جينيتال سيستم، المفروض ان نعمل ايدنتيفيكيشن للفيميل ريبرودكتيف اورجانز في الدومستيك انيمال، نتعرف على الاعضاء التناسليه الانثويه في الحيوانات المختلفه، نعمل ديسكريبشن للجروس اناتومي للفيميل ريبرودكتيف اورجانز، نعمل كومباريتيف اناتومي للفيميل ريبرودكتيف اورجانز وتراكت، بنكتسب بعض التكنيكال نوليدج والسكيلز عن الفيميل ريبرودكتيف اورجانز. في النهايه هنعرف ازاي الاناتومي ممكن ياثر على الفيرتيليتي، او اندرستود هاو ذا اناتومي مايت افكت الفيرتيليتي. من خلال محاضراتنا في تشريح الجهاز التناسلي الانثوي هنعرف هذه النقاط ان شاء الله. الادلت ميل والفيميل قلناهم في الميل جينيتال سيستم، كل حيوان الذكر والانثى الادلت بتاعه او البالغ بتاعه بنشوف لهم اسامي، وعرفنا ان الادلت ميل في الاكوان بنسميه ستاليون، الفيميل بنسميها مير، في البوفاين الذكر بنسميه بول اور اوكس والفيميل بنسميها كاو، في الاوفاين في الاغنام الذكر بنسميه رام والانثى بنسميها يو، في الكابراين اللي هي المعز الذكر بيسموه باك والانثى بيسموها دو، الاسواين بور وساو، في الكناين دوك وبيتش، الفلاين بنسميه الذكر توم اور توم كات والانثى بنسميها كوين، في الكامل بنسمي الذكر كامل اور كامل بول والانثى بنسميها شي كامل، في الرابط بنسمي الذكر باك والانثى بنسميها دو زي الماعز، في الفاول او البيردز بنسمي الذكر كوك والانثى بنسميها هين اور تشيكن. دي كانت مسميات عشان لما نتكلم على الجهاز التناسلي الانثوي هنختص بالذكر جزء الايه الادلت فيميل. الفيميل جينيتال اورجانز او الاعضاء التناسليه الانثويه بتنقسم ل تو اوفريز والتوبولار أورجانز، يبقى تقاسم لمبيضين وعضاء أنبوبية. التوبولار أورجانز عندنا تو يوتراين تيوبز أو قناتي الرحم واليوترس، بجانب الجزء الثالث الأعضاء التناسلية الأنثوية اللي هي كوبيلاتور أورجانز أو أعضاء الجماع في الأنثى بيسموها كوبيلاتور أورجانز أو فيميل كوبيلاتور أورجانز، ودي بتشمل الفاجينا اللي هو المهبل والفيستيبيول اللي هو الدهليز والفالفا اللي هو الفرج والكليتورز اللي هو البظر. يبقى الفيميل جينيتال أورجانز عندنا تو أوفرز والتوبولار أورجانز، التوبولار أورجانز عبارة عن اليوتراين تيوب واليوترس بجانب ما يسمى بالكوبيلاتوري أورجانز. الكوبيلاتوري أورجانز بتضمن فاجينا وفيستيبيول وفالفا وكليتورز. ادي الفيميل جينيتال أورجانز في البوفاين او في الكاو، عندنا في 2 أوفرز 2 يوتراين تيوبز، اليوترس ده عضو مفرد وزي ما هنشوف بعد تباع انه بيتكون من تو هورنز وبادي وسيرفكس اللي هم قرني الرحم وجسم الرحم وعنق الرحم، وبعد كده الفاجينا
والفيستيبيول وبينتهي بالفالفا او الفرج وعضو الجماع اللي هو هومولوجاس تو زي بينس اوف زي ميل بنسميه الكليتورس. بالشكل ده كده ادي التو اوفرز وادي اليوتراين تيوب اللي هي بيسموها يوتراين تيوب او اوفوداكت او فالوبيان تيوب دي او السالبنكس، دي كلها مسميات لقناه الرحم او القناه فالوب. وده اليوترس والفاجينا والفيستيبيول، جزء الفيستيبيول او جزء الدليس بينتهي بالفالفا، والكليتورس بيبقى موجود في الفنترال اسبكت اوف ذا فالفا. بالشكل ده كده ادي التو اوفرز وادي اليوتراين تيوب او الاوفيدكت او السالبنكس زي ما قلنا، وده كله اسمه اليوترس. اليوترس بيتكون من تو هورنز يعني قرني الرحم والبادي اللي هي اليوتراين بادي او جسم الرحم والسيرفكس اللي هو عنق الرحم، والجزء ده بيسموه الفاجينا او المهبل، والجزء ده بيسموه الفيستيبيول الفيستيبيول، والجزء ده بيسموه الفالفا او الفرج، بجانب موجود عضو الجماع هنا بيسموه الكليتورز او الباز. ده كان الفيميل جينيتال اورجانز في المثال بتاعنا هنا الكاو. بالشكل ده كده ادي الاوفرز وادي اليوتراين تيوب وادي اليوتراين هورن وادي اليوتراين بادي وده السيرفكس اللي هو عنق الرحم ودي الفاجينا والفيستيبيول. ده موديل للفيميل جينيتال اورجانز في الكاو. دي اناتوميكال سبيسمنز دي الفيميل جينيتال اورجانز في الكاو، عينه ترشيحيه. ادي الاوفرز وادي اليوتراين تيوب وده اليوترس، و بعدين بندخل على الفاجينا والفيستيبيول وبعدين الفالفا، والكليتورز موجود في الوصيلة السفلية للفالفا هنا، ده بيسموه الكليتورز. دي عينة ترشيحية للفيميل جينيتال تراكت في وأورجانز في الكاو. الاند ريزلت بتاعتنا لدراسه الفيميل جينيتال هي بيكيب اوف سبرينج او بيكيب مولود جديد. المولود الجديد معناها ان انا باخد كافز، باخد جنين او باخد مولود جديد، يبقى بكسر الانتاج وباخد كمان ايه، وباخد كمان ملك صناعه الالبان دي صناعه. فالفيميل جينيتال تراكت الاند ريزلت بتاعته بيديني عمليه بارتوريشن، بيجيب لي اوف سبرينج جديد، بيجيب لي مولود جديد، وكمان بيجيب لي ملك. فالمزارع كلها او اي عملية ريبرودكشن او عملية تناسل بتعتمد على الفيميل جينيتال تراكت في انتاج اوفسبرينج جديد، جنينج مولود جديد، وكمان الميلك برودكشن. اي افكشن للفيميل جينيتال سيستم بيأثر على انتاجية المزارع او انتاجية اي حيوان عموما، سواء في الاوفسبرينجز اللي هتيجي او المولود الجديد اللي هيجي او عملية الميلك برودكشن. دلوقتي هنشوف الاناتومي اوف ذا اوفريز او الاوفري اللي هو اول جزء من الفيميل جينيتال اورجانز. الاوفري ده الفيميل ريبرودكتيف جلاند ويتش بروديوس ذا اوفا از ويل از فيميل سكس هرمون. الاوفريز الحيوان عنده تو اوفريز وده الفيميل سكس ريبرودكتيف جلاند، دي الغده التناسليه الانثويه اللي بتكون لي بتكون لي البويضه بجانب الفيميل سكس هرمون بجانب الهرمونات الانثويه. ده الاوفري موجود فين الاوفري؟ موجود في السابلمبر ريجون كودال تو ذا كيدني، زي ما حضرتك شايف ادي الاوفري هنا موجود في منطقه السابلمبر ريجون دي اللمبر فيرتبري بتاع النير، هو موجود في السابلمبر ريجون خلف الايه الكيدني. بالشكل ده كده ده الاوفري موجود فين؟ في السابلمبر ريجون. ولكن في السواين والروميناس بيحصل كودال مايجريشن فبيوصل لمنطقه البلفيك اليت، يبقى هو في العموم موجود في السابلمبر ريجون ولكنه بيبقى موجود عند البلفيك اليت في الرومينانت والسواين، عندي دي في الرومينانت دي في السواين، موجود عند مدخل الحوض. بالشكل ده كده الشيب والسايز بتاع الاوفري ده بيعتمد على السبيشيز بتاع الحيوان والريبرودكتيف استيت. الاوفري عموما السطح بتاعه بيبقى سموث في اليونج انيمالز، ولكن لما بيكبر ويوصل مرحله الادلت والماتوريتي يبدا يحصل اوفيوليشن من الاوفري وخروج بويضات وتكون اجسام، سواء اجسام صفراء اجسام بيضاء كوربس لوتياي او كوربس لوتيام او الكوربس البيكانز
كل ده بيغير شكل الاوفري. فالشيب والسايز بتاع الاوفري بيعتمد على الريبرودكتيف ستيتس بتاع الانيمال، وده هنعرفه في الكومباريتيف اناتومي ما بين الحيوانات المختلفه. الاوفري بياخد شكله عموما راوند في الشيب، والكونسيستنسي بتاعته بتبقى فيرم في الكونسيستنسي، شكله بيبقى اوفال في الشيب او راوند، بيختلف تبع الريبرودكتيف ستيتس. ممكن يظهر عليه جرافيان فوليكين بالشكل ده، ممكن يظهر عليه الكوربس ليوتيان بالشكل ده اجسام، انما عموما السيرفيس بتاعه بيبقى سموث، ولكن ممكن تلاقي عليه كوربس ليوتيان جسم اصفر، ممكن تلاقي اوفيوليتد فوليكل بدا يحصل اوفيوليشن من السطح بتاعه، شكله بيختلف من حيوان لحيوان، ممكن يبقى زي ده كده في المير في انثى الحصان بتلاقيه بين شيب او كيدني شيب بالشكل ده، ده في الرومنانت بيبقى اوفال في الشيب، فشكله بيختلف من حيوان لحيوان كمان تبع الريبرودكتيف ستيتس بتاعته. ممكن يتحول للشكل اللي قدام حضرتك بقى شكله ايه، شكله نيديولار وتوبيركولار، توبيركولار مفصص كده وعليه اكتر من بويضة، وده بيبقى موجود في ساو اللي هي انثى الخنزير، بتلاقي الاوفري شكله بالشكل ده بيبقى نيديولار او توبيركولار. فالشيب كان بي موديفايد انتو نيديولار او توبيركولار فورم ديو تو ذا بريزنس اوف ذا اوفيريان فوليكل اور كوربورا ليوتي، يعني ممكن يختلف شكله ويرجع لوجود فوليكلز كتير، بويضات كتير على سطح المبيض، وكمان اجسام صفراء كتير. الاوفريز له تو سيرفيسز، ميديال ولاترال سيرفيس، السطحين دول بيبقوا كونفكس الاثنين سواء اللاترال سيرفيس او الميديال سيرفيس بيبقوا كونفكس وسموث، ممكن يبقوا شكلهم نيديولار، ده تابع الايه البريزنس اور ابسنس اوف ذا فوليكل، ممكن يبقى السطح املس كده الميديال واللاترال سيرفيس، فله ميديال سيرفيس وله لاترال سيرفيس. اللي قدام حضرتك ده اهو ساجيتال سيكشن في منطقه الايه البلفس، ادي الاوفري اللي بشاور لحضرتك عليه ده، دي اليوتراين تيوب، ده الهورن بتاع اليوترس او قرن الرحم، دي البادي بتاعت اليوترس، وهنا منطقة السيرفكس اللي هو عنق الرحم، وبعدين دي الفاجينا، وبعدين الفيستيبيول. الاوفرز لها اتنين سيرفيس، ميديال سيرفيس ولاترال سيرفيس، وموجود فين زي ما قلنا في الساب لامبر ريجون. الميديال سيرفيس واللاترال سيرفيس بيبقوا الاثنين كونفكس، وممكن يبقوا سموث او عليهم جرافيان فوليكل، عليهم كوربس ليوتياي، عليهم بويضات، عليهم اجسام صفراء، فممكن يبقى سموث او عليه مجموعه من هذه التراكيب سواء الفوليكلز او الكوربس ليوتيام، والاثنين بيبقوا كونفكس. يبقى اول حاجه في الجورس اناتوم بتاع الاوفر ان له تو سيرفيس، ميديال اند لاترال سيرفيس، له اتنين بوردرز، له حفتين، حفة بنسميها التاجد بوردر او بيسموه ميزوفيريان بوردر، والحفة التانية بنسميها الفري بوردر. يبقى التو بوردرز اوف ذا اوفري، في التاجد بوردر وفي الاوبوزيت بوردر بنسميه فري بوردر. بالشكل ده كده ادي الاوفري، الحفة اللي ماسكة جزء من البريتون ده نسميها ايه، نسميها التاجد بوردر او ميزوفيريان بوردر. ايه قصة ميزوفيريان دي بقى؟ اللي ماسك الفيميل جينيتال تراكت فوض من البريتون بيسموها البرود ليجامنت، يبقى الطية من البريتون اللي ماسك الفيميل جينيتال اورجانز دي بيسموها البرود ليجامنت. الجزء الكرينيال بارت، احنا كده كودل وكده كرينيال، يعني راس الحيوان في الاتجاه اللي انا بشاور عليه ده، وده ديل الحيوان هنا، وده كده دورزل، وده كده فينترال. فالجزء الامامي من البرود ليجامنت اللي ماسك الاوفري بيسموه ميزوفيريان. الميزوفيريان ده الجزء اللي ماسك الاوفري، انما الجزء اللي ماسك اليوتراين تيوب بيسموه ميزوسالبينكس. يبقى الجزء اللي ماسك الاوفري بنسميه ميزوفيريان، ميزوفيريام، ولذلك الحافة اللي ماسك فيها الميزوفيريام دي بيسموه ايه، ميزوفيريان بوردر. يبقى ايه الميزوفيريان ده؟ ده كرينيال بارت بتاع البرود ليجامنت، ماسك فين؟ ماسك في الحافة دي اهو، الحافة دي، الحافة دي سموها ايه بقى، ميزوفيريان بوردر.
الحاف او بيسموه التاج دو بوردر، الحافة الملتحمة، والاوبوزيت بوردر بتاعه ده يسموه ايه؟ يسموه الفري بوردر. دي يبقى الاوفري اهو زي التاج دو اور ميزوفيريام بوردر لاي دورزالي اند ات از التاج دو ويز ميزوفيريام هو از اوبوزيت بوردر از فري بوردر. الحافة الملتحمة ده هي اللي ماسكة في الميزوفيريام بيسموها التاج دو بوردر او الميزوفيريان بوردر، ودي موجوده في الدورزال اسبكت بتاع الاوفر زي ما حضرتك شايف دورزالي اهو، ده اوفري بتاع كاو وده اوفري بتاع مير، واللي قدام حضرتك ده الجينيتال تراكت بتاع اليو اللي هي انثى الشيب، وهنا ده سيرجيكال سيكشن في منطقه البلفيس بتاع المير. ادي الاوفري، الحافه دي بيسموها الميزوفيريان بوردر، والحافه السفليه دي او الاوبز بوردر بيسموها الفري بوردر. دول الاثنين بوردر بتوع الاوفري. الاكستريميتيز، الاوفري له تو اكستريميتيز، تيوبال اكستريميتي ويوتراين اكستريميتي. التيوبال اكستريميتي دي اسوشيتد وذ ذا انيشال بارت اوف ذا يوتراين تيوب، اي نهايه ناحيه اليوتراين تيوب يسموها ايه؟ يسموها تيوبال اكستريميتي. اليوتراين تيوب اللي هي الفالوبيان تيوب او قناه فالوب او القناه الرحم، النهايه بتاعت الاوفر ادي نهايه بيسموها تيوبال اكستريميتي ناحيه ايه؟ الجزء الابتدائي من اليوتراين تيوب او الفالوبيان تيوب، دي يسموها تيوبال اكستريميتي. والثانيه يسموها ايه بقى؟ يسموها يوتراين اكستريميتي، اللي انا بشاور عليها دي يسموها يوتراين اكستريميتي. ودي اتاج دوباي ايه؟ باي زي بروبر ليجامنت، الليجامنت اللي قدام حضرتك ده اللي ماسك التيو اليوتراين اكستريميتي اوف ذا اوفري، يمسكه مع التيب اوف ذا يوتراين هورن مع بدايه القرن او مقدمه القرن بتاع الرحم، دي سموها بروبر ليجامنت ماسك اليوتراين اكستريميتي اوف ذا اوفري بالتيب اوف ذا يوتراين هور. ده فين؟ في البيتش والمير والشي كامل، او انه ينتهي في البرود ليجامنت. الجزء ده كله اسمه البرود ليجامنت زي ما قلنا. الجزء اللي ماسك الاوفري يسموه ميزوفيريام، والجزء اللي ماسك اليوتراين تيوب يسموه ميزوسالبينكس. يبقى اللي انا هشاور عليه ده كله كده اسمه برود ليجامنت. اللي ماسك اليوتراين تيوب يسموه ميزوسالبينكس، واللي ماسك الاوفري يسموه ميزوفيريام. ف النهاية بتاعت الأوفر اللي ناحية الرحم دي يسموها ايه؟ يوتراين اكستريميتي، واللي ناحية اليوتراين تيوب او الفالوبيان تيوب يسموها ايه؟ تيوبال اكستريميتي. يبقى الأوفر هاف تو اكستريميتيز، تيوبال اكستريميتي ويوتراين اكستريميتي. ادي التيوبال اكستريميتي وادي اليوتراين اكستريميتي، واللي ماسك اليوتراين اكستريميتي ده بيسموه البروبر ليجامنت اوف ذا اوفري. اللي قدام حضرتك زي ما قلنا الفيميل جينيتال اورجانز في اليو، وده سيجيتال سيكشن في الايه؟ الميل. اهو دي الفري بوردر وده الاتاج دو بوردر بتاعه. اتنين اكستريميتيز، نهاية ناحية اليوتراين تيوب، دي اليوتراين تيوب اهي ده كده الاوفري في المير بالشكل ده كده، دي النهاية اللي ناحية اليوتراين تيوب بيسموها تيوب الاكستريميتي، واللي ناحية الرحم او في اتجاه الرحم يسموها ايه؟ يسموها اليوتراين اكستريميتي. الميزوفيريام اللي هو اللي ماسك الاوفري اهو، وادي البروبر ليجامنت. قلنا البروبر ليجامنت ماسك ايه؟ ماسك اليوتراين اكستريميتي، يا اما يمسكه في التيب اوف ذا هور ده في البيتش والمير والشي كامل، يا اما يمسكه في البرود ليجامنت. يعني بدل ما هو منتهي في التيب اوف ذا هورن هنا كده بالشكل ده كده اليوتراين هورن اهو، ينتهي باقي الحيوانات في البرود ليجامنت، ودي اليوتراين تيوب. الجزء اللي ماسك الاوفري من البرود ليجامنت بيسموه ميزوفيريام، والجزء اللي ماسك اليوتراين تيوب بيسموه ميزو سالبينكس. او ادي الاوفري ده البروبر ليجامنت اوف ذا اوفري، ينتهي في التيب بتاع اليوتراين هورن ده في البيتش اهو، وده الجزء او الحافه الملتحمه ماسك فيها الميزوفيريام او الميزوفيريام ماسك الميزوفيريان بوردر بتاع الاوفري بالشكل ده كده. ده في الكامل ادي الاثنين اوفريز، وادي التو يوتراين تيوب او التو فالوبيان تيوب، وده اليوترس له تو هورنز وبادي وسيرفكس، ودي منطقه الفاجينا، وده منطقه الفيستيبيول، وهنا دي الفالفا بجانب الايه؟ الكليتورز او الباس.
يبقى الأوفري تلخيصا للجروس أناتومي بتاعه كده له 2 سيرفس و2 بوردر و2 اكستريميتيز. التو سيرفسز عبارة عن ميديال ولاترال سيرفس، وزي ما قلنا الاتنين بيبقوا كونفكس وممكن يبقوا سموس أو نيدولار تابع ايه الريبرودكتيف ستيتس بتاع الأنيمالز. التو بوردرز عندنا في الأتاج دي بوردر اللي بنسميه ميزوفيريان بوردر، والأوبوز بوردر بنسميه الفري بوردر. التو اكستريميتيز عندنا في تيوب الاكستريميتي أو نهاية ناحية اليوتراين تيوب أو الفاليوبيان تيوب، ونهاية رحمية ناحية الرحم بيسموها ايه اليوتراين اكستريميتي. ده كان الجروس اناتومي اوف ذا اوفري. نيجي نشوف بقى الفيكسيشن اوف ذا اوفري، ازاي الاوفري او الميبيض بيتثبت في المكان بتاعه. بيتثبت بمجموعه من الفولدس والليجامنتس، عندنا في الميزوفيريا والبروبر ليجامنت اوف ذا اوفري والسسبنسوري ليجامنت. بقى بيتسبب بثلاث حاجات، الميزوفيريام والبروبر ليجامنت اوف ذا اوفري والسسبنسوري ليجامنت، ولكن السسبنسوري ليجامنت موجود في بعض الحالات مش موجود في البعض الاخر. الميزوفيريام اول جزء من او اول بارت من الفيكسيشن بتاع الاوفري ده عباره عن الميزوفيريام. الميزوفيريام ده ريبريزنت الكرينيال بارت اوف ذا برود ليجامنت، ده اتاتشد ويز ذا ميزوفيريام بوردر اوف ذا اوفري، ده كده اسمه الميزوفيريام. الميزوفيريام الكرينيال بارت اوف ذا برود ليجامنت ده في المير او ده الاوفري، اللي ماسك الاوفري بنسميه ايه ميزوفيريام، واللي ماسك اليوتراين تيوب يسموه ميزوسالبينكس. تاني ليجامنت بيثبت الاوفري بيسموه البروبر ليجامنت اوف ذا اوفري، ده البروبر ليجامنت اوف ذا اوفري، الرباط الاصيل للميبيض. الرباط الاصيل دوت او البروبر ليجامنت اوف ذا اوفري بيمسك الاوفري، يمسكه في ايه بقى؟ يمسكه في التيب اوف ذا هورن في بدايه قرن الرحم، ده في البيتش والمير والشي كامل. امال في باقي الحيوانات يروح فين ده؟ يروح في بقيه البرود ليجامنت، ينتهي في البرود ليجامنت او الفولد من البريتون دي اللي هي بيسموها البرود ليجامنت بالشكل ده كده. ادي الاوفري كمان اهوت الليفت اوفري، ادي البروبر ليجامنت اوف ذا اوفري، يمسك ده في البيتش، يمسك الاوفري في التيب اوف ذا يوتراين هور. البروبر ليجامنت اوف ذا اوفري في المير كمان اهوت ماسك الاوفري فين؟ في التيب اوف ذا يوتراين هور، ده في البيتش والمير والشي كامل، ينتهي في التيب اوف ذا يوتراين هور. نمال في باقي الحيوانات ينتهي فين؟ ينتهي في البرود ليجامنت، ينتهي هنا في المنطقة دي كده، بدل ما هو ماسك في اليوتراين هور لا، ما يمسك الاوفري في البرود ليجامنت، ده اللي هو البروبر ليجامنت اوف ذا اوفري او البروبر ليجامنت اوف ذا اوفري اللي مشاور عليه رقم 3 ده، ماسك الاوفري وينتهي في البرود ليجامنت. بص حضرتك منتهي هنا في الشيب ده، في الشيب او في اليو منتهي في البرود ليجامنت، ده البروبر ليجامنت اوف ذا اوفري. ادي البروبر ليجامنت اوف ذا اوفري اهو، ماسك الاوفري فين؟ في البرود ليجامنت، الفولد من البروتوني، الكل اللي انا بشاور عليه ده كده اسمه البرود ليجامنت. الجزء اللي ماسك الاوفري يسميه ميزوفيريان، اللي ماسك اليوتراين تيوب يسموه ميزوسالبينكس. البروبر ليجامنت ده بينتهي في اليو والكاو والساو، بينتهي في البرود ليجامنت، انما في البيتش والمير والشي كامل بينتهي في التيب اوف ذا يوتراين هور. اهو ادي البروبر ليجامنت اوف ذا اوفري، ماسك الاوفري فين؟ في اليوتراين هور، ماسك البروبر ليجامنت اوف ذا اوفري وماسك الاوفري فين؟ في اليوتراين هور، ده التيب اوف ذا يوتراين هور، ده كده حضرتك في الايه؟ في البيتش. السسبنسوري ليجامنت ده موجود في البيتش واليو والشي كامل، يبقى ده بيسموه السسبنسوري ليجامنت اوف ذا اوفري. السسبنسوري ليجامنت اوف ذا اوفري مش موجود غير في الثلاث حيوانات دول، بيتش ويو والشي كامل، بس نهايته بتختلف بقى. هو ماسك الاوفري للديافرام في البيتش، بينتهي في الحجاب الحاجز ده فين؟ في البيتش، انما في اليو والشي كامل بينتهي في اللاستر في اخر ضلع بالشكل ده كده.
ده السسبنسوري ليجامنت اوف ذا اوفري، يمسك الاوفري للديافرام للحجاب الحاجز، ده عباره عن اندوسكوب للاوفري واليوتراين تيوب في واليوتراين هورن في البيتش. ده الاوفري وده اليوتراين هورن اهو، ده السسبنسوري ليجامنت. السسبنسوري ليجامنت يمسك الاوفري للديافرام او الحجاب الحاجز ده في البيتش، انما نهايته بقى في اليو والشي كامل ينتهي في اللاست ريب. اهو ادي السسبنسوري ليجامنت، ده دياجراماتيك اهو، ده الاوفري. السسبنسوري ليجامنت ينتهي في الديافرام في البيتش، انما في الشي كامل واليو ينتهي في اللاست ريب او اخر ضلع. يبقى هو موجود في الثلاث حيوانات دول، نهايته بتختلف، في البيتش ينتهي في الدافرام، في اليو والشي كامل ينتهي في اللاست ريب. دول كان الثلاث حاجات اللي بيعملوا فيكسيشن للاوفري، الميزوفيريام والبروبر ليجامنت اوف ذا اوفري والسسبنسوري ليجامنت. بس خلي بال حضرتك ان السسبنسوري ليجامنت مش موجود غير في البيتش واليو والشي كامل، ونهايته في البيتش بتكون في الدافرام وفي اللاست ريب في اليو والشي كامل، وبيغيب هذا الرباط او السسبنسوري ليجامنت الرباط المعلق للمبيض في باقي الحيوانات. كمان تخلي بال حضرتك ان البروبر ليجامنت بينتهي في التيب اوف ذا يوتراين هورن في البيتش والمير والشي كامل، وبينتهي في البرود ليجامنت باقي الحيوانات. دلوقتي هنتكلم على ما يسمى بالاوفيريان بيرسا. الاوفيريان بيرسا عباره عن سره الساك بريزنت بتوين ذا ميزوسالبنكسيلاترالي ان ذا ميزوفيريان ان ذا بروبر ليجامنت اوف ذا اوفري ميديالي. البيرسا اللي انا داخل جواها دي كده بيسموها الاوفيريان بيرسا. الاوفيريان بيرسا دي عباره عن سره الساك كيس مصلي كده بيحاط لاترالي بالميزوسالبنكس. ده الميزوسالبنكس له بارت من البرود ليجامنت اللي ماسك ايه، ماسك اليوتراين تيوب. وميديالي بايه بقى؟ ميديالي بالميزوفيريام والبروبر ليجامنت اوف ذا اوفري. الميزوفيريام اللي هو بارت برضه من البرود ليجامنت بس اللي ماسك الاوفري. يبقى الساك اللي في النص دي بيسموها ايه؟ بيسموها الاوفيريان بيرسا. الاوفري از لوجيد وذين ذا بيرسا. الاوفري هتلاقيه جوه البيرسا اللي انت حضرتك بشاور لحضرتك عليها دي كده، ده الاوفري. البيرسا دي بيسموها الاوفيريان بيرسا، يبقى موجود فيها بارشالي اور كومبليتلي او كفرد بارشال اور كومبليتلي. بارتلي موجود جوه البيرسا، جزء منه بارز قدام حضرتك وجزء مختفي جوه الكيس ده، ده في المير بس، انما باقي الحيوانات بيبقى داخل الكيس ده هو بالكامل او كومبليتلي از ان ذا بيتش والسا والشي كامل والكوف. باقي الحيوانات بيبقى كومبليتلي كفرد باي ذا اوفيريان بيرسا. الصوره دي اوضح اهو، ادي الاوفري، ده اليوتراين تيوب اللي بشير لحرك عليها دي اليوتراين تيوب. الجزء من البرود ليجامنت اللي ماسك اليوتراين تيوب ده بيسموه ميزوسالبنكس، والجزء اللي ماسك الاوفري ده بيسموه ميزوفيريان، وده البروبر ليجامنت اوف ذا اوفري. الكيس اللي انا جواه ده بقى اسمه ايه؟ اسمه اوفيريان بيرسا. اوفيريان بيرسا دي عباره عن سره الساك موجوده ما بين الميزوسالبنكس لاترالي والميزوفيريان والبروبر ليجامنت اوف ذا اوفري ميديالي، وبتبقى بارشالي انكلودد للاوفري في المير، في باقي الحيوانات بتبقى كومبليتلي كفرز ذا اوفري. بالشكل ده كده دي الاوفري. الساك بقى اللي دي كلها كده، السره الساك دي اللي جوه دي اهي، اللي جوه دي كده، دي بيسموها ايه؟ بيسموها الاوفيريان بيرسا. ايه اللي قدامنا دي؟ دي اليوتراين تيوب. الجزء من البرود ليجامنت اللي ماسك اليوتراين تيوب ده بيسموه ايه؟ بيسموه ميزوسالبنكس، والجزء اللي ماسك الاوفري يسموه ميزوفيريان بجانب الايه؟ البروبر ليجامنت ده، دي بيسموها الاوفيريان بيرسا، او اللي جوه دي بيسموها الاوفيريان بيرسا. ميديالي بي الميزوفيريان والبروبر ليجامنت اوف ذا اوفري، ولاترالي بالميزوسالبنكس. البيرسا اللي جوه اللي هي باللون الاصفر الخفيف دي بيسموها الاوفيريان بيرسا. الاوفيريان بيرسا اللي دخل فيها الفورسيبس دي
دي بيسموها الاوفريان بيرسا. بص هنا كانت مغطيه الاوفري بالكامل، هنا خرجنا الاوفري لبره ودخل الفورسيبس، كان الاوفري ده جوه الكيس ده، جوه الكيس ده، الكيس ده اسمه ايه؟ اسمه الاوفريان بيرسا. ودي اليوتراين تيوب، الجزء ده بيسموه ميزوسالبينكس، والجزء اللي تحت الفورسيبس بقى ده يسموه ايه؟ ميزوفاريان. اللي قدامنا ده الاوفري بتاع الايه؟ الكاو بالشكل ده كده. اللي بيشرح هنا ماسك الايه؟ ماسك الاثنين بوردرز بتوع الاوفريان بيرسا، وده الاوفري جوه الاوفريان بيرسا اهو، كيس ماصلي او سره الساك كفرز ايه؟ زي اوفري ده برضو في الايه؟ الكاو. هنا عباره عن كلوزد اب للسيستيك اوفريان بيرسا، الاوفريان بيرسا هنا منتفخه، وادي الاوفري، شايف الكيس اللي حواليه ده؟ بس ده افكتد، يعني ده مليان بسائل جواها، فبقى باين شكل الكيس واضح اهو، الاوفري اهو هو جوه، كان جوه الكيس ده، الكيس ده ملئ بالفلويد زي ما حضرتك شايف كده، وبقى في سيست جواه، فده عباره عن الاوفريان بيرسا. وده طبعا اليوترس او اليوتراين هورن اهو، ودي اليوتراين بادي، وده الاوفري. دي في الدوج ده جراماتيك اهو، ده الليفت اوفري. بصوا عمل ايه؟ فتح الاوفريان بيرس عشان يبين الاوفري، قطع الاوفريان بيرس لان الاوفريان بيرس كانت مغطيه الاوفري ده بالكامل، ده في البيتش، فدي او كات مارجن بتاع الايه؟ البيرسا. قطع في البيرسا او فتحها عشان يبين الاوفري، لان البيرسا دي الكيس المصل ده كان مغطي الاوفري ده بالايه؟ بالكامل. ده في الساو، ده الاوفري مستغطي بكيس مصل، الكيس المصل او السره الساك دي بيسموها الاوفريان بيرسا. الاوفريان بيرسا ميديا اللي بتبقى عباره عن الميزوفاريام والبروبر ليجمنت اوف ذا اوفري، ولاترال بالميزوسالبينكس، ادي اليوتراين تيوب، الجزء من البرود ليجمنت، كل ده البرود ليجمنت. الجزء اللي ماسك في الاوفري نسميه ايه؟ ميزوفاريام. والجزء اللي ماسك في اليوتراين تيوب نسميه ايه؟ ميزوسالبينكس. عندنا ما يسمى ب الاوفريان بيديكل. الاوفريان بيديكل عباره عن الارتيريال والفينوس ستراكشر وزين ذا ميزوفاريام. الميزوفاريام قلنا جزء من البرود ليجامنت اللي ماسك الاوفري. الاوعيه الدمويه سواء الاوفريان ارتري او الاوفريان فين، والكونكشن بتاعهم مع اليوتراين فيسلز، يعني كل الاوعيه الدمويه اللي داخله للاوفري مع الكونكشن مع الاوعيه الدمويه اللي داخله للرحم في الفولد بتاع البروتون دي يسموها ايه؟ يسموها اوفريان بيديكل، اللي هو محدد ده باللون الابيض ده، دي يسموها الاوفريان بيديكل. دي بتطلق دايما في السمول انيمالز اللي هو في الدوج والكات، سواء في البيتش او الكوين، بنسميه الجزء من البريتون دوت بنسميه الاوفريان بيديكل. كومبرايز ذا اوفريان فيسلز اكزيتنج اند انترنج ذا اوفري ويتش برانشز كوميونيكيتنج ويز ذا برانشز اوف ذا يوتراين فيسلز. يبقى كل الاوعيه الدمويه اللي داخله للاوفري واللي عامله كوميونيكيشن كمان مع الاوعيه الدمويه اللي رايحه لليوترس، الفولد من البروتون دي بيسموها ايه؟ بيسموها الاوفريان بيديكل. طب هنعرف كلمه اوفريان بيديكل ليه او الجزء ده ليه؟ ما احنا قلنا اللي ماسك الاوفر اسمه ميزوفيريان، واللي ماسك اليوتراين تيوب بيسموه ميزوسالبينكس، واللي ماسك الرحم بنسميه ايه؟ بنسميه البرود ليجامنت. بقيه البرود ليجامنت كل الفولد من البروتون دي سموها برود ليجامنت. دي علشان بيجي لما يعمل اوفر هيستريكتومي، عمليه استئصال للاوفري في السمول انيمالز زي البيتش والكوين، ده بنقطع في الاوفريان بيديكلز دي. الاوفريان بيديكلز دي الفولد من البريتون او الميزوفيريان، الجزء بتاع الميزوفيريان مع الفيسلز اللي داخله وخارجه للاوفري بالشكل ده كده. ادي الاوفري، دي الاوعيه الدمويه اللي داخله وخارجه للاوفري مع فولد من ايه؟ من البروتون. الفولد من البروتون ده بنسميه ايه؟ بنسميه ميزوفاريام.
الجزء ده اللي بيتقطع عشان لما حضرتك تيجي تعمل استئصال للميبيض يبقى عارف ان الجزء من البروتون مع الاوعيه الدمويه دي بيسموه ايه؟ بيسموه الاوفاريان بيديكل. اوفاريان بيديكل او دبل ليجيتشر اراوند اوفاريان بيديكل. يبقى حضرتك لما تسمع اللفظ ده في السيرجري او في الجراحه يبقى انت فاهم ان الاوفاريان بيديكلز في السمول انيمالز سيرجري معناه ايه؟ معناه الميزوفاريان الجزء من البروتون انكلود كمان ايه؟ كمان الفيسز اللي هي انترنج وليفنج للاوفري، وكمان عامله كوميونيكيشن مع الفيسز اللي راحه لليوترس او للرحم. الجزء ده بيسموه ايه؟ بيسموه اوفاريان بيديكل. الاستراكشرز بتاع الاوفري، الاوفري بيتكون من جزء بيسموه كورتكس، ده كونتين الاوفريان فوليكل ان ذا ديفرنت ستيجز اوف ذا ديفلوبمنت امبيدد ان ذا كونكتيف تيشو ستروما ان اديشن تو انترستيشيال سيل. الجزء الخارجي منه ده بيسموه الكورتكس، بيحتوي على بويضات في مراحل نمو مختلفه بجانب انترستيشيال سيلز وخلايا بينيه، ده بيسموه الكورتكس. الكورتكس بيبقى اكسترنال في كل الحيوانات ما عدا الميرزا بنتكلم تباعا. تاني جزء بيسموه المظله، ودي الانر زون، ودي بتحتوي على البلاد فيسلز والنيرفز امبيدد ان ذا لوسلي ارينجد ستروما. الجزء الداخلي من الاوفر ده بيسموه ايه؟ بيسموه المظله، ودي بتحتوي على كل البلاد فيسلز اللي هي داخله وخارجه للاوفري، اللي هي الاوفريان ارتر والاوفريان فين والاوفريان ليمفاتكس والاوفريان نيرف فيسل، ده كله بيدخل جوه الايه؟ المظله. يبقى قشره ونخاع بالشكل ده كده. الجزء الخارجي ده بيسموه كورتكس او القشره، والجزء الداخلي ده المظله عباره عن استروما وجواها الفيسلز اللي داخله وخارجه للاوفري. الكورتكس عليه بويضات في different stages of the growth. الكورتكس طبعا بيبقى خارجي والمظلة بتبقى داخلية، انما في المير او في الاوفري بتاع المير بياخد شكل مختلف، بياخد شكل البين شيب او كيدني شيب، بيبقى الكورتكس انترنالي والمظلة اكسترنالي. يعني القشرة بقت داخلية والنخاع بقى هو اللي خارجي، وبقى بيتميز بيه ديبريشن موجود او انخفاض موجود او حفره موجوده بيسموها الاوفيوليشن فوسا. ان ذا كوينز المظله بريزنت اكسترنالي اندر ذا تونيك البوجينيا، الطبقه الخارجيه من الكونكتيف تيشو اللي محاطه بالاوفر دي بيسموها تونيك البوجينيا. بقت المظله اكسترنالي والكورتكس موجود انترنالي، و في ديفينيت اريا او منطقه منخفضه في السطح الخارجي للاوفري بيسموها الاوفيليشن فوسا او حفره التبويض، وزي ما هنشوف ان هي المكان الوحيد اللي مستغطي بجيرمينال ابيثيليوم او طلائيه منبته، دي بيسموها الاوفيليشن فوسا. بالشكل ده كده بقت المظله اكسترنالي والكورتكس انترنالي، ودي طبعا التونيك البوجينيا الطبقه الخارجيه. المكان الوحيد اللي مستغط بجيرمينال ابيثيليوم او طلائيه منبته بيسموه ايه؟ بيسموه الاوفيوليشن فوسا، وده المكان الوحيد اللي بيحصل منه عمليه الاوفيوليشن. انما باقي الحيوانات ايه اللي بيحصل؟ ادي الكورتكس اكسترنالي والمظله انترنالي. الكورتكس كله كده من الخارج مستغط بجيرمينال ابيثيليوم او طلائيه منبته، ما عدا المنطقه اللي ماسك فيها ايه؟ اللي ماسك فيها الميزوفاريوم. الميزوفاريوم ماسك في الميزوفاريوم بوردر، المنطقه دي هي الوحيده اللي مش مستغطيه بجيرمينال ابيثيليوم، انما كل سطح الاوفري مستغط بجيرمينال ابيثيليوم. وممكن عمليه الاوفيوليشن او عمليه التبويض تحصل من اي منطقه في سطح الاوفري ما عدا ايه؟ ما عدا الميزوفيريان بوردر ده. انما في المير ما بيحصلش اوفيوليشن الا في منطقه الاوفيوليشن فوسا، يعني ما ينفعش يحصل اوفيوليشن في كل ده، ما يحصلش اوفيوليشن خالص، انما ما يحصلش الا فين؟ الا في الاوفيوليشن، من خلال الاوفيوليشن فوسا البويضه تخرج من هنا. الاوفري بيحتوي على سيفرال نمبر من الاوسايتس، حوالي 400,000 في الهيومن، 60,000 في السواين. موست اوف ذيم ديجنريتد اند اذر جرو بيكم سراوندد باي ا لاير اوف ذا فولكولار سيل فورمينج برايمري فوليكل، اند مين اوف ذيس فوليكل ار ريجريس.
بنبدأ بقى الأوفري في إيه؟ في بريمورديال جيرمينال سيل، الخلايا دي بنسمها الأوجونيوم. الأوجونيوم تيجي خلايا بينية بيسموها الفلوكولار سيلز، تلتف حواليها الفلوكولار سيلز وتكون لي برايمري أوسايت. تكبر البريمورديال جيرمينال سيل تكون لي برايمري فوليكل، بعد كده البرايمري فوليكل تتحول لسكندري فوليكل، بعد كده توصل لإيه بقى؟ توصل للجرافيان فوليكل. دي برايمري فوليكل، بعد كده الديفلوبينج فوليكل والسكندري فوليكل، بعد كده نوصل لمرحله الجرافيان فوليكل بقى، حويصل الجراف. بعد كده حويصل الجراف يحصل لها ايه؟ يحصل لها اوفيوليشن، يعني تنفجر هذه الحويصله وتخرج البويضه. عمليه الاوفيوليشن معناها الرابشر للجرافيان فوليكل والريليز اوف ذا اوسايت. البويضه دي اللي هتلتقطها بقى الايه؟ الفيمبريا او الاهداب بتاع اول جزء من اليوتراين تيوب او الفالوبيان تيوب اللي بنسميه الانفانديبولم، ويجي لها السبرم يعمل لها اخصاب. نتيجه الانفجار ده يتكون لي جسم بيسموه ايه؟ بيسموه الكوربس هيموراجيكم. من الكوربس هيموراجيكم يتحول بعد كده لما يسمى بالكوربس ليوتيم. الكوربس ليوتيم لو ما حصلش اخصاب للبويضة يتحول لما يسمى بالكوربس البيكانز. طب لو حصل اخصاب للبويضة ونتج جنين بقى، الكوربس ليوتيم ده يستمر طول فترة الحمل وبعد الولادة، خلاص انا مش محتاج الكوربس ليوتيم اللي هو كان بيفرز البروجسترون ده، يتحول تاني الكوربس البيكانز. يبقى الكوربس ليوتيم لو حصل حمل يستمر وبعد الولادة يتحول لكوربس البيكانز. طب ما حصلش حمل، ما انا مش محتاج ده، يتحول لكوربس البيكانز. ده الكورتكس بتاع الاوفري ودي المظلة بتاعته. ده الفوليكلز في ديفرنت ستيجز اوف ذا جروث، دي البريمورديال جيرمينال سيل يحصل لها جروينج وتنتظم حواليها كيوبويدال فولوكولار سيلز كده، تكون لي جروينج فوليكل، وبعدين البرايمري فوليكل او البرايمري اوسايت تكون حواليها زونا بليوسدا وكورونا رادياتا، بعد كده دي تتحول للسكندري اوسايتس، بعد كده في النهايه بتديني الجرافيان فوليكل او حويصل الجراف. بعد البيوبيريتي والماتوريشن اوف ذا اوفيريان فوليكل بيجين ذا اندرز افكت اوف ذا جنادوتروفين هرمون. الهرمونات الانثويه واللي مفروزه من الجنادوتروفين هرمون بتتفرز من البيتوتري جلاند تروح للاوفري، يبدا يحصل جروينج للفوليكل وديفلوبمنت للفوليكل والبيضات على سطح الاوفري. البرايمري فوليكل بيكمز راوندد باي مور ذان لاير اوف ذا سيلز فورمينج سكندري والتيرشري. يبقى كانت الاول بريمورديال جيرمينال سيل، بعد كده تاني مكون لي البرايمري اوسايتس، بعد كده السكندري اوسايت، لحد ما نوصل لمرحله الماتيور اوسايتس او الجرافيان فوليكل، ودي بتبقى بالجد على السطح بتاع الاوفري زي ما حضرتك شايف كده، تبدا تقرب من السطح او عشان يحصل لها اوفيوليشن او عمليه تبويض بالشكل ده. وصلت لي حويصل الجراف، كبرنا الصورة اهو، ادي حويصل الجراف، بدأت الخلايا تنتظم في الخارج، بدأ يظهر لي كافيتي بنسميه الانترم، يملأ بالفلويد. الخلايا دي تفرز فلويد يسموه الليكوار فلوكولاي او الفلوكولار فلويد. عملية التبويض او الاوفيوليشن دي اللي احنا عايزينها تخرج بره عشان هيجي لها الاسبرم ويعمل لها ايه؟ يعمل لها اخصاب. عملية الاوفيوليشن معناها الرابشر اوف ذا جرافيان فوليكل اند ريليز اوف ذا اوسايت. الاوفيوليشن يحصل تحت تأثير الجونادوتروفين هرمونز، الهرمونات الانثوية تبدأ يحصل زيادة في افراز هذا السائل، يبدا اللوتينايزنج هرمون او ال اتش هرمون يعمل استجما في الجدار، يزيد الضغط الداخلي في البويضه نتيجه الكونتراكشن بتاع السيكالير، يعني السيكالير دي تنقبض تزود الضغط، او ان الفلويد دي كميته تزيد فتنفجر هذه الايه؟ الحويصله وتخرج للايه؟ البويضه. دي عمليه الايه؟ يسموها الرابشر اوف ذا جرافيان فوليكل اند ريليز اوف ذا اوسايت، دي سموها عمليه الايه؟ الاوفيوليشن او عمليه الايه؟ التبويض. بالشكل ده كده سطح الاوفري اهوت. الاوفيوليشن معناها رابشر اوف ذا ماتيور فوليكل اند ديسشارج اوف ذا اوفم. الاوفم هتخرج، يحصل رابشر للجرافيان فوليكل دي والاوفم تخرج. بعد ما الاوفم ده حصل هنا انفجار وتكسير لاوعيه دمويه، حصل ايه بقى؟ اتكون لما يسمى بالكوربس هيموراجيكم. الكوربس هيموراجيكم زي ما قلنا هيتحول لكوربس ليوتيم.
ده لو في ايه، لو في اغصاب، او في ان البويضه دي جايه لحيوان منوي، حيوان منوي وحصل اغصاب، يستمر بقى الكوربس ليوتيم او الجسم الاصفر ده. طيب الكوربس ليوتيم لو ما حصلش اغصاب او للبويضه يتحول لكوربس البيكنز على طول. طب لو حصل اغصاب بقى يستمر الكوربس ليوتيم ده طول فتره الحمل لحد ما يحصل بارتوريشن، وفي النهايه برضو يتحول لكوربس البيكنز. يبقى كوربس هيموراجيكم، كوربس ليوتيم، كوربس البيكنز. البويضه لو جالها حيوان منوي تستقبلها الانفانديبولم او الجزء من اليوتراين تيوب، وبعد كده يحصل لها ايه، يحصل لها فيرتلايزيشن. لما يحصل فيرتلايزيشن تكون للزايجوت، بعد كده تو سيل ستيج وفور سيل ستيج وبعدين الايت وبعدين الموريولا وبعدين تكون البلاستوسيست. البلاستوسيست دي تدخل يحصل لها امبلانتيشن فين، او يحصل لها انغراس في الوول بتاع او في الميكوزة بتاع الرحم هنا. يبدأ كوربس هيموراجيكم يتحول لكوربس ليوتيم الجسم الاصفر لحد ما يحصل بارتيوريشن او ولادة، يتحول لكوربس البيكنز او الجسم الابيض. انما لو ما جاش حيوانات منويه عملت اخصاب للبويضه، البويضه ده هتنزل بعد كده على هيئه دم طمس ويتحول الكوربس ليوتيم على طول، يتحول لكوربس البيكنز. البريجنانسي اوكير لو في حمل زي كوربس هيموراجيكم ديفلوبد انتو كوربس ليوتيم، بات اف زير از نو كونسبشن زي فوليكل ريجليس فورمينج كوربس البيكنز. يبقى لو ما فيش حمل حصل على طول الكوربس هيموراجيكم الجسم النزفي دوت هيتحول لكوربس البيكنز على طول. انما لو في حمل بقى هيكون لي الكوربس ليوتيم او الجسم الاصفر، عشان ده هيفرز بروجسترون يهيئ جدار الرحم ويعمل له كالمينج علشان يحصل انغراس للبويضه المخصبه هنا او البلاستوسيست هنا، تنغرس في جدار الرحم وينمو جنين داخل الرحم. الى هنا انتهى حديثنا، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.